أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم بإذن الله. نهار اليوم تبقى المملكة تحت تأثير الحالة الماطرة سقيا في المنطقة الوسطى الشرقية الغربية والجنوبية الغربية وتشمل العاصمة الرياض. نتحدث الآن عن العاصمة الرياض وتوقعات جوية لنهار اليوم، حيث تسود أجواء غائمة مع فرصة لسخات من الأمطار، انخفاض ملموس على درجات الحرارة 23 درجة مئوية، الملموس 22، الرطوبة 45%، أما الرياح تكون نشطة السرعة. أما بالنسبة للحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا مع أسكاكا 22 إلى 13، عرعر 21 إلى 11، تبوك 22 إلى 11. بالنسبة للمنطقة الغربية نبدأها بمدينة جدة، حيث تبقى الأجواء غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار 30 إلى 22، المدينة المنورة 28 إلى 15، مكة المكرمة 27 إلى 22، أما الطائف 23 إلى 16. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا تشهد أجواء غير مستقرة، الباحة 20 إلى 17، أبها 21 إلى 12، وجازان 30 إلى 27 مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار. المنطقة الشرقية الدمام فرصة لزخات من الأمطار 26 إلى 18، حفر الباطن 23 إلى 15، والإحساء طقس غائم جزئي مع فرصة لزخات من الأمطار 26 إلى 16. المنطقة الوسطى بريدة وحائل زخات رعدية من الأمطار 19 إلى 12 في حائل، 21 إلى 13 في بريدة، أما الرياض فرصة لزخات من الأمطار 23 إلى 16 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهار سعيد للجميع، إلى اللقاء.